اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مع لقاء جديد وعلوم الدار عبر قناه ابو ظبي، يقدمها لكم انا محمد الوهيبي. وفي نشرتنا لهذا المساء، رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. محمد بن راشد يعلن انطلاق المبادرة الإنسانية، مليار وجبة الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم. تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم أعواما مديدة بموفور الصحة والعافية والسعادة. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلا المولى تعالى أن يعيد عليهم هذا الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم أمنها ورخاءها ورفعتها. وهنأ سموه الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل، داعيا الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة عليهم وعلى العالم أجمع الأمن والاستقرار. هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة بعنايته وأن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يمن على شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة. كما هنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، راجيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، أمر بصرف 12,825,000 درهم مكرمة إضافية لملاك 2,565 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين، وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تسليم مكافأة عام 2021 لمستحقيها في شهر رمضان المبارك إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً.
تأتي هذه المكرمة في إطار حرص سموه الدائم على متابعة كل قطاعات وشرائح المجتمع ومد جميع المواطنين بالمقومات التي تعينهم على الحياة الكريمة وتمكنهم من تلبية متطلبات أسرهم بما يضمن تحقيق السعادة والاستقرار النفسي لهم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه الرسمي على تويتر: على بركة الله تنطلق اليوم حملة المليار وجبة، الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم. وأكد سموه أن هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي، وحملة المليار وجبة شعارها: من آمن بي من بات ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. لدينا مليار رسالة إنسانية من الإمارات للعالم، وهدفنا أن نكون أنبل شعب في العالم. وتنطلق مبادرة المليار وجبة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتعد الأكبر في المنطقة لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة حول العالم، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قد أعلن في 10 مارس الماضي عن مبادرة مليار وجبة لتكون امتدادا وتطويرا لمبادرتي 100 مليون وجبة و10 ملايين وجبة بعد نجاحهما في العامين الماضيين. وللحديث أكثر حول مبادرة حملة مليار وجبة يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي الأستاذة سارة النعيمي مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. أهلا بك أستاذة سارة معنا في نشرة علوم الدار. بعد نجاح حملتي 100 مليون وجبة وكذلك 10 ملايين وجبة سابقا في العامين الماضيين، تنطلق اليوم حملة مليار وجبة، ما هي أهم التفاصيل حول هذه الحملة؟ السلام عليكم أخوي، مبروك عليكم الشهر. طبعا الواقع اليوم مؤلم للغاية، هناك حوالي 25,000 شخص يوميا يموتون بسبب الجوع، منهم 10,000 طفل، وحول العالم ينام 800 مليون إنسان يوميا وهم يعانون من الجوع. طبعا هذا الواقع شكل دافعا رئيسيا لمبادرة المليار وجبة واللي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي المستدام إلى المحتاجين والأفراد الأقل حظاً والأسر في حوالي 50 دولة. الحملة تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتستكمل نجاح حملة 100 مليون وجبة واللي انطلقت عام 2021 ووزعت الحمد لله حوالي 220 مليون وجبة للأفراد والأسر الأقل حظاً في 47 دولة. نعم أستاذة سارة، من الناحية العملية وفيما يتعلق بآلية عمل الحملة، كيف ستساهم في توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين؟ الحملة هذه هي يعني الإمارات هي من أكبر متبرعين القضايا الإنسانية في العالم، توجيهات قيادتنا رشيدة، والحملة تعكس مواصلة الإمارات قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة في تعزيز رسالتها الإنسانية العالمية. الحملة ستوفر شبكة أمن غذائي للفقراء والمساكين من خلال توفير دعم غذائي مستدام للأسر والفئات الأقل حظاً في 50 دولة بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين، وهم برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وشبكة بنوك الطعام الأقليمية مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أيضاً. نعم، كيف تسهم هذه المبادرات الإنسانية النوعية مثل مليار وجبة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الصعيد الإنساني أستاذة سارة؟ طبعا المبادرة هي تعكس مواصلة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز رسالتها الإنسانية العالمية. والمبادرة مثل ما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي مليار رسالة إنسانية من دولة الإمارات إلى العالم، وهي وقفة مسؤولة من الإمارات لصون الكرامة الإنسانية
وتخفيف المعاناة البشرية. المميز في هذه المبادرة أنها أيضا تستجيب لأحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو هدف القضاء على الجوع في العالم وتحسس قيم العطاء والبذل ومد يد المساعدة والعمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات وأيضا في العالم. وأيضا السنة نحن بنركز على مفهوم جديد، هو مفهوم التمويل المجتمعي المستدام، حتى توفر الدعم الغذائي والأمن الغذائي للأكثر الفئات الأكثر احتياجا. مبادرات حمد بن راشد آل مكتوم تتعاون في مبادرة المليار مع منظمات وهيئات إنسانية محلية وإقليمية ودولية. نعم، الأستاذة سارة النعيمي مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، شكرا جزيلا لك. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من فخامة فليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها. جرى خلال الاتصال استعراض الفرص المتوفرة لتطوير مجالات التعاون وتنويعها، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين. كما تناول الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء اليوم في قصر الإبداع العامر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة المهنئين بشهر رمضان المبارك، وتقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار. أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 114 سجينا من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الفجيرة من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. تأتي المكرمة حرصا من سموه على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم. رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان السيد هانس غروندنبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ببدء هدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية اليمنية. وأعربت الدولة في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأكدت على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها.
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد 2022. خدمة الوطن ليست وظيفة، خدمة الوطن هي حياة كاملة. نحن وهبنا حياتنا لهذه الدولة، وهناك الآلاف من فرق العمل في الدولة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفع اسم الإمارات وحماية مكتسباتها وتحقيق الازدهار. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. أهلا بكم من جديد في ملفنا الصحي. وإلى آخر مستجدات تلقي لقاح كوفيد-19 في الدولة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 18,830 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمت حتى اليوم 24,543,498 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 248.15 جرعة لكل 100 شخص. وإلى إحصائيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 823 حالة، كما أعلنت الوزارة عن إجراء 298,820 فحصاً جديداً خلال الساعات 24 الماضية، ما أسهم في الكشف عن 284 حالة إصابة جديدة بالفيروس. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. تواصل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي جهودها لتمكين أصحاب الهمم من ذوي التوحد باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع، ولهم كامل الحقوق في ممارسة حياتهم الاعتيادية والحصول على تعليم ذي جودة والوصول إلى فرص العمل المناسبة لهم. وفي هذا الصدد أطلقت الدائرة استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم في عام 2020، والتي تمتد لخمس سنوات وتسعى لتحقيق رؤية مجتمع دامج وممكن لأصحاب الهمم. ووضعت الدائرة خارطة طريق شاملة لتمكين ودمج أصحاب الهمم بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول أصحاب الهمم بناء على المنظور الداعم لحقوقهم، ما يخلق مجتمعا متجانسا ومتماسكا يحمل شعار الإنسان قبل المكان.
هذا وتشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد 2022 الذي يوافق الثاني من إبريل من كل عام من خلال تنظيم عدد من البرامج والأنشطة الخاصة للتوعية بالتوحد في جميع إمارات الدولة. تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً ورائداً في دعم أبنائها من أصحاب الهمم ورعايتهم في مختلف فئاتهم ومنهم الأطفال من ذوي التوحد. جهود دولة الإمارات ما شاء الله يعني خاصة في السنوات الأخيرة جهود كبيرة ابتدت من سن القوانين والتشريعات والاتفاقيات سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي أو داخل دولة الإمارات وأيضاً على المستوى العالمي. ف هناك عدد من الاتفاقيات التي تختص بأصحاب الهمم ومنهم ذوي اضطراب طيف التوحد. عندنا فعاليات وأنشطة متنوعة، هدفنا الرئيسي دعم الأسر اللي عندهم حالات توحد من خلال الأنشطة والبرامج الثقافية الرياضية الترفيهية ومشاركتهم وأيضا إبراز قصص النجاح اللي موجودة في مجتمع دولة الإمارات وحتى عالميا. وقد أولت القيادة الرشيدة في الدولة اهتماما لإعداد أطفال التوحد وتمكينهم ودمجهم في المجتمع المحلي ووضعت الخطط والمبادرات التي تسهم في نشر الوعي بين الأهل والمختصين. أنا كنت أخاف يعني كنت أقرأ بالنت إنه ما كنت أعرف، كنت أقرأ بس إنه ولدي لازم أحد يلمسه، لازم أحد يجرب منه. هناك تعلمت إنه لا، ولدي لازم يكون حد قريب منه، لازم حد يدخل عالمه، لازم ياخذ علاج وظيفي، علاج ناطق، علاج سلوك نفسي حسي، وايد اشياء. انا ما اعرف لو كنت انا في مكان ثاني غير الدوله كيف كنت بتصرف ويا احمد. انا الحمد لله وفروا لنا المراكز والرعايه الشامله لاطفال التوحد، وهذا غير التامين اللي يغطي كل جلسات السبيتش ثيرابي والبيهيفير ثيرابي وهالاشياء كلها. وياتي الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد سنويا بهدف التعريف باضطراب التوحد ونشر الوعي عنه وابراز مهارات اطفال التوحد وقدراتهم. سياسات ومبادرات وأنشطة وفعاليات وضعتها دولة الإمارات ضمن خطط جهودها في دعم أصحاب الهمم، ويأتي اليوم الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد من ضمنها. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ندى الرئيسي، أبوظبي. وتتابعونا في المحطة الاقتصادية بعد قليل. الإمارات تشهد ارتفاعاً تدريجياً في الطلب على السفر مدفوعاً بعودة الثقة لدى المسافرين. إن واجب الوفاء والعرفان لوطن وفر الحياة الكريمة والسعيدة لكل أبنائه والمقيمين على أرضه يتطلب منا جميعا أن نجعله دائما في أعماق قلوبنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أهلا بكم من جديد إلى علوم الدار. إلى الاقتصاد، حيث يشهد قطاع السياحة والسفر تعافيا لافتا في دول عدة مع انحسار جائحة فيروس كورونا. المزيد من النتائج المبشرة عن هذا القطاع في هذا التقرير. يشهد قطاع السياحة العالمي معدلات نمو متزايدة اليوم، خاصة بعد زيادة وتيرة التعافي من أثار جائحة فيروس كورونا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يبشر بتعافي قطاعي السياحة والسفر بشكل أكبر مقارنة مع قطاعات أخرى، ومما يعطينا نظرة متفائلة بشأن هذا القطاع في الأعوام القادمة.
ولأن السياحة باتت تمثل اليوم أحد الروافد الاقتصادية المهمة لمختلف الاقتصادات العالمية، ساهم هذا القطاع في عام 2020 بنحو 4.7 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما وفر 272 مليون فرصة عمل حول العالم. وبحسب آخر تقرير لمسافر.com وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت، يشهد السوق المحلي ارتفاعاً تدريجياً في الطلب على السفر، مدفوعاً بعودة الثقة لدى المسافرين وتفضيلهم للتواصل المباشر مع الأفراد بدلاً من العالم الافتراضي، بالإضافة إلى زيادة عدد المطعمين وتخفيف قيود السفر إلى العديد من الوجهات. إذ يشير التقرير إلى أن متوسط الإنفاق لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على سفر قد وصل إلى حوالي 250 ألف درهم إماراتي في عام 2019، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على السفر خلال العام الحالي ليعود إلى 80% من مستويات ما قبل الجائحة. كما كشفت النتائج أن كل من الرياض ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو ومومباي تعتبر من الوجهات الرئيسية للمسافرين من الشركات في دولة الإمارات. كما أشار التقرير أيضا إلى أن الإمارات والسعودية تشهدان ارتفاعا في عدد المسافرين من الهند وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وباكستان وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، ونتيجة لذلك ارتفع الطلب على الفنادق من فئة 4 و5 نجوم التي تعتمد على معايير نظافة وتعقيم عالية الجودة، حيث تستهدف الإمارات وحدها استقطاب 40 مليون سائح إلى المنشآت الفندقية بحلول عام 2030. وبلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات في عام 2020 نحو 48 مليار درهم، كما شهد مطار دبي الدولي نمواً بنسبة 84% في أعداد المسافرين خلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، والذي سجل 2.46 مليون مسافر. علوم الدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. محمد بن راشد يعلن انطلاق المبادرة الإنسانية 100 مليار وجبة، الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.